وبدوره أكد رئيس قسم الإرشاد بمديرية الأوقاف بالدقهلية محمد إبراهيم سليمان استعداد المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال تعقيم وتطهير المساجد لتقام الصلوات فيها على أكمل وجه. مشيئة الله تبارك وتعالى، نحن على استعداد كامل لاستقبال هذا الشهر، وبدأت حملة التطعيم والتطهير من الأربعاء الماضي برعاية من وزارة الأوقاف، وبدأت الحملة بالتطهير والتعقيم للمساجد حتى تؤدى فيه صلاة التراويح على أكمل وجه، وكذلك هناك مصلى للسيدات في بعض المساجد، وهي المساجد الجامعة التي حددتها الوزارة من قبل القطاع الديني والتي تواجد بها على مدار الشهر واعظة رسمية ومصرح لها من وزارة الأوقاف في صلاة التراويح.